وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن جهود مصر في مجال البيئة والتحول الأخضر ومجابهة التغيرات المناخية، ينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. إلى هذه التغطية، يعني بداية بعد التحية، كنا نقول منذ قليل أن الدولة أولت اهتماما كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ويعني تم إطلاق العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية. لو تحدثنا عن هذه المبادرات بشكل أكثر تفصيلا، تفضل. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين الكرام، كل سنة ومصر طيبة. مصر قامت بجهود كثيرة جدا وكبيرة في إطار الحفاظ على البيئة وحماية من تغيرات المناخ، وبدأتها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفيها 5 أهداف بتأكد فيها على الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وحماية المواطن من التلوث والملوثات ودعم الوعي البيئي. يمكن مصر عملت حاجات كتيرة في هذا الإطار، يمكن نذكر منها عندنا مشروعات دلوقتي تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة، ودي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، وهي الطاقة الواعدة في مصر الآن. 20% حاليا من المصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا بنستخدمها في مصر، خلال عدد من السنوات القليلة سنصل إلى 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا تقدم كبير جدا بيحمي البيئة من عوادم ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. عندنا أيضا مشروعات دعم الاستثمارات الخضراء، ويمكن مصر عملت أول طرح لسندات قائمة على الاقتصاد الأخضر بقيمة 750 مليون دولار. عندنا أيضا مبادرة تخريج السيارات القديمة، حضرتك تعلمي فخامة الرئيس كان أعلن عن هذه المبادرة، إن السيارات القديمة اللي مضى عليها 20 سنة بتتغير وبيشتري عربية جديدة بتشتغل بالغاز الطبيعي، وده بيقلل من كمية الملوثات بشكل كبير جدا. عندنا أيضا مشروعات حياة كريمة من خلال توطين مشروعات البيوجاز. عندنا أيضا مشروعات خاصة بافتتاح فخامة الرئيس لأكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون متر مربع لزراعة 500,000 فدان. وبالتالي كل هذه المشروعات بتأكد على أن الدولة بتسير بخطى ثابتة نحو الحد من تغير المناخ وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. والنهاردة مبادرة أو يوم البيئة العالمي الوطني اللي احنا بنحتفل بيه في يوم 27 يناير من كل عام، وده بذكرى أول صدور قانون 4 لسنة 94 المعدل ب9/2009 في شأن حماية البيئة. نعم. أيضا يعني دكتور عبد المسيح، لو تسمح لي، يعني كان يوجد خلال الأيام القليلة الماضية الاحتفال بالمشروعات التي أطلقتها الدولة والتي يتم تطويرها دائما، على سبيل المثال في محافظة أسوان. لو تحدثنا عن يعني بشكل تفصيلي عن محطة بنبان، مشروع توشكا. الحقيقة محطة بنبان من أكثر المحطات واخدة رقم 4 على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي من المشروعات الرائدة في هذا الإطار، وبتغطي مساحة كبيرة من الطاقة المتجددة في مصر. مولنا أكثر من 20% جزء منها كبير من هذه المحطة، والنهاردة بيتبني كمان محطة كبيرة في أبو سنبل، وبالتالي إحنا كده بنضاعف الطاقة الجديدة والمتجددة. بالنسبة لمشروعات توشكا، بتبقى مشروعات كلها زراعة عضوية وزراعة خضراء، وده برضو بيأكد لنا إحنا مشكلة تغير المناخ بتأثر على العديد من الأمور، منها الأمن الغذائي، لأن حضرتك هتعلمي أنه كل محصول بيطلع فيه أو بينمو في ظروف مناخية معينة، إذا ما تغيرت هذه الظروف بيقل الانتاجية بتاعة الفدان، وبالتالي كون ان احنا بنتجه الى المناطق الجديدة والصوب الزراعية، فده اتجاه جيد جدا علشان نقدر نغطي الفجوة ما بين الانتاج في ظل تغيرات المناخ وما بين الزيادة السكانية. وبالتالي دي مشروعات كلها بتأكد ايضا انه مصر مهتمة جدا بقضية الامن الغذائي، لانها مرتبطة بحياة المصريين وبحياة الناس وحتى الكبار والصغار. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، على كل ما أشرت إليه.